ايه رايك يا شيش نزار؟ يعني عندك اقتضي، انت لا لا ادله على انه لايت فور اول نيشنز بهذا الزخم العظيم؟ طبعا لا، طبعا لا، كل اللي عندنا. خليني اذكرك يا اسيس، لما ابتدينا في البرامج كان الشريط بسموه 2 انش 2 انش، اوكي، كان لازم تحمل الاثنين مع بعض، لازم تكون رافع اثقال، يعني قبل الديجيتال وقبل اي شيء كان الانالوج، وكان يعني لسه بنستخدم الانتينا القديمه. لكن عندنا برامج احتفظنا فيها من ال 84 الى يومنا هذا، بس طبعا ادله الكتاب المقدس اعظم بكثير من اي دليل اخر. بس عايز اقول لك حاجه يا سيس نزار، تفضل. وجود البرامج دي مستند، الكتابات اللي اتكتبت، البرامج اللي اتكتبت دي بخط اليد مستند. الإخوة اللي اشتغلوا، كل دي مستندات وأدلة هنرجع لها. عايز أضيف حاجة تانية كمان أسيس، مئات 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 الألوف إذا مش ملايين من الناس اللي آمنت بالرب يسوع المسيح خلال أكثر من 37 سنة من هذه البرامج الأبدية، طبعا تشهد، وفي عنا الداتا كمان في السنوات الأخيرة اللي بنحتفظ فيها. أنا فاكر وقت الإذاعة يا أسيس نزار، قبل ما نكمل في الموضوع، كان المستمعين بيبعتوا بوسطة، يبعتوا إذاعة حول العالم، مونت كارلو موناكو، أو صندوق بريد 52 رمسيس الجديد القاهرة. آلاف الخطابات دي أدلة مستندات بتقول انه كان في برامج هنا وكان في شغل هنا، والناس كانت بتكتب لنا واحنا بنكتب لهم وبنرد عليهم، و الى اخره. ده اول حاجه، المستندات.